خلوا نروح له. بيروح اصنع شيء كذا. كما راكم تشوفوا اليوم رانا في مناوبة في مصلحة الاستعجالات. الظروف راهي مناسبة، نقدموا جميع الخدمات للمرضى في أجواء جد عادية مثل كل الأيام إن شاء الله، العمل المتواصل سواء في العيد ولا في الأيام العادية، المهم صحة المريض. رانا مسخرين أنفسنا الجيش الأبيض عموما كأطباء وممرضين وإداريين ومن طاقم طبي وشبه طبي لتوفير جو ملائم لتكفل بالمرضى. والحمد لله رانا نجاهدوا في سبيل الله النهار الأول في المستشفى، نتمنى إن شاء الله الجميع العمال عيد مبارك، ونتمنى الشفاء لجميع المرضى. جاوني الصباح من شطايق هضرتني الكلوة، داروا لي الدواء، داروا لي السيروم، قاموا بيا، كي رجعت للدار مازال شوية الصدر، عاودوا جابوني الحمد لله، قاموا بيا وليداتي، داروا لي الدواء، وراني الحمد لله تنفست على ملي ما كنت. وما أثر في نفسي وما أبهجني في العيد كأني في بيتي هي الخدمة القوية والراقية والمهذبة. المريض من الطبيعي أنه يكون في المستشفى سواء كان في عيد أو في غير عيد. الحمد لله، والله إلا مصرف بينا وليداتنا فوق العرض، الحمد لله ما نحوتوا لهم فوق الواطية ما نلقاوهمش، ناضين عمانا نوضة تحت رجالة يا ودي. رانا جينا هنا يا عدنا نعدي الأخت تاعي راها مريضة، ولقينا الاستقبال الله يبارك ما شاء الله، ربي إن شاء الله يحفظهم، جماعة راهم قايمين بدورهم، الأطباء كذلك راهم قايمين بدورهم ما شاء الله، ونتمنى إن شاء الله لكل الأمة الإسلامية إن شاء الله عيد مبارك سعيد، وربي يتقبل منا ومنكم صالح أعمال، وبارك الله فيكم.